إلى الحافظي لاعب فريق رجاء الرياضي، مرحبا بك في موقع الميادين بوان كوم. سي عبد الإله، سنة حافلة بالإنجازات توجتوها بالبطولة ديال هاد السنة، الإحساس ديالكم؟ كما كتشوف بالنسبة لهذا الموسم هذا كما كنتمناو باش نحققوا هذا اللقب ثاني، بالنسبة باش نحقق باش نهديو الجمهور الرجاوي، وهادشي اللي تحققنا بالنسبة لهذا الموسم هذا. ونشكر الجمهور الرجاوي اللي جاب الحجة بالنسبة لهذا الماتش هذا كونتر جديد، وكنهديو هذا اللقب ديال هذا الموسم هذا إن شاء الله. عبدالله الحافظي، الاستدعاء ديالكم للمنتخب في الاسبوع المقبل غتكون الكونسونطراسيون، كيفاش غيتوج وانتم فايزين بالبطوله ديال السنه والحافظي غادي مع الفريق الوطني؟ كما كتشوف بالنسبه ديال العدو ديال الطرالي ديال المنتخب الوطني تما غادي يدوز واحد بالنسبه كما كيقولوا غادي يمشي المنتخب الوطني واحد الافتتاحيه، بالنسبه غادي كما تيقولوا غادي في الدار ديال واحد اللقب اللي ديما الجمهور الرجاوي هذه هي الفرحه ديالي بالنسبه لي. الامل ديال الحافظي السنه المقبله شط منه؟ بالنسبه لي السنه المقبله ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله باش نعطي الجمهور الرجاوي احسن اكثر بالنسبه للموسم هذا باش يعاود يساند ليا من جديد ان شاء الله. حافظي غتلعبوا في كاس العالم ديال الانديه البطله، حالات الا كان شي فريق بغى الحافظي واش غيكون الرد ديالك؟ كما كتشوف انا حاليا مازال ما فارق الرجاء البيضاء ومازال ما كاينش عروض خلاص، كما كتشوف انا مازال ما فارق الرجاء البيضاء خليني بشكل عادي، مازال ما كاينش شي حاجه بالنسبه لي انا. الا كانت شي عروض من الخارج مرحبا بها. داكشي كيبقى ديال الله، عرفت الله ما كتشوف لك شي حاجه راه توقف. حافظي كلمة أخيرة لموقع الميادين. كلمة أخيرة كنشكر جمهور الرجاوي اللي جلسنا لجمهور هذه المقابلة هذه وساند طيلة المقابلة، وكنهدوا له هذا اللقب هذا وإن شاء الله كنتمنى إن شاء الله باش يحققوا لي نتائج ألقاب أخرى أكثر من هكا إن شاء الله. إلى الحافظي لاعب فريق رجاء الرياضي، كنت مع الميادين.com، شكرا لك.